تمام ممتاز. شوي فين يا ست؟ try to contact me always. Try to contact me always. تمام ممتاز. Generally, everyone will get what he deserves. Deserves what he deserves. Okay, great. Try to be around the family from time to time. Try to be around family from time to time. Great. أشتري عادي. ممتاز. نعم سعد منتظر. You can go everywhere if you want. You can go everywhere. You can go everywhere if you want. نعم. ممتاز ممتاز ممتاز. Often. We are often swim in the beach. We often swim in the beach. We often swim يعني الار بعد ما نحتاجها. الار تجي وين المضارع المستمر بعدين راح نشوفه. We often swim in the beach. And the last word is never go to Turkey in this time. Never go to Turkey at this time. Never go to Turkey at this time. Okay, تمام. منو عندنا بعد؟ صادق الرحمن صادق سين. She plays piano every day. She plays piano every day. I go to the foundation from time to time. Okay. Cats eat milk usually. The cat eats milk usually. Okay. تقدر تقول the cat drinks milk. Drinks milk. زين. سعد كاظم، سعد أحمد، سعد أحمد ثاني. كملتونا جمل؟ نعم دكتور. تفضل سعد كاظم. I always go to the market. I always go to the market. I often drink coffee at night. I often drink coffee at night. Yes. بخاف ما تقدر تنام شلون؟ عادي ندرس. تمام ممتاز. Yes. I drink tea every day. I drink tea every day. ممتاز ممتاز. Yes. I usually do sports. Do sports. ممتاز ممتاز. ممتاز. Yes. I never eat paper. I never eat. Eat paper. فلفل. Paper. Yes. Okay. ممتاز. بذا اللي سويت. هاي ممتاز عشتي. I usually take my wallet with me. I usually take my wallet with me every go everywhere I go. إيه يعني دائما دائما أخذ محفظتي وياي وما أروح. ممتاز إيه عشتي. زين أستاذ أحمد سويت لنا جمل. نعم أستاذ. تفضل. I always visit the museum. I always visit the museum. ممتاز. I see that. We often play football. We often play football. Okay. They usually study English. They usually study English. Okay. ممتاز. ممتاز. I see that. سعد أحمد. نعم سعد. سويتنا جمل. Usually. Prefer tea to coffee. Okay. تمام جملة ثانية. I have never been to China. I have never been to China. I have never been to China. Have been هاي يعني مضارع تام مستمر راح نشوفه بعدين. تقدر تقول I never go to China مثلا for study مثلا. Okay. تمام عشتيت. زين كمضارع بسيط يعني كفعل يعني كصيغة وكاستخدام إن شاء الله الأمور تمام. نعم generally the champion is Real Madrid.
Sometimes we fight in this life. Sometimes we fight in this life. Aha, tamam. We never back to the past. We never back to the past. Back to the شنو? Past. We never go back. We never go back to the past. Go back to the past. We never go back to the past. Okay. Okay. ممتاز. I see. زين. اوكي الامور تمام ان شاء الله. ننتقل للزمن اللي بعده. زين. الزمن اللي بعده اللي هو الباست سمبل تنس. هذا ايضا هو عباره عن زمن الماضي البسيط اللي هو what happened yesterday او what happened in the past. فشيء حصل في الماضي وانتهى. حدث حصل في الماضي وانتهى بدون ان يكون له اي ارتباط بالحاضر. يعني خلص انتهى. اوكي؟ ما عدى اي خيوط او ارتباطات بالوقت الحاضر. طبعا يستخدم للتعبير عن حدث وقع في الماضي. يتكون هذا الزمن من التصريف الثاني للفعل، اي انه يعني صيغه الماضي من الفعل، اما باضافه ايدي او يعني الماضي ما تلف افعال غير المنتظمه، مثلا كات كات كات، بوت بوت بوت. تعرفون دليل الافعال الغير نظاميه؟ مثلا فعل كات هو كات بالمضارع، كات بالماضي، كات بالتصريف الثالث. بوت 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 بوت. تمام. برينج برانك برانك، الماضي مالته مثلا الاي تصير اي والنب تصير يو بالتصريف الثالث. اوكي، فهذا يعني هسه هنا راح استخدم الماضي يعني التصريف الثاني. الكلمات اللي ممكن تجي ويا هذا الزمن هي كلمه yesterday يعني البارحه او امس، last يعني الماضي، ago in 1988 AD مثلا، in 1415 AH او غيرها من التصاريف الاخرى يعني، او اي عباره تدل على الماضي. 2 days ago, 2 weeks ago, 2 years ago, 2 minutes ago، حتى إذا 2 minutes ago يعني قبل دقيقتين أيضا هو يعتبر ماضي. أوكي؟ أستاذ العفو شنو IH و AD؟ أستاذ الـ AD و AD شنو يقصد بهن؟ لا هذا الـ AD يعني يقصد بهن اثنيناتهن هن دلالة على التوقيت اللي شو اسمه؟ ها هذا الـ AD سوري الـ AD افتر يعني افتر كرايست يعني اللي هو التوقيت الميلادي، والاي اتش هذا الهجري. اي الاي دي توقيت ميلادي سنه ميلاديه، الاي اتش سنه هجريه. شنو مختصر زين كلمات لاتينيه ما لنا علاقه بها، اهم شيء احنا الاي دي والاي اتش. زين طبعا يعني هسه بالاي دي احنا وين وصلنا؟ 2023 مو؟ والاي اتش قد وصلنا؟ السنه الهجريه طبعا ما حد يعرف. 1444 تمام؟ 1444 خوش رقم حلو. زين هسه اريد ان افد مثال على فد حدث صار بالماضي. راح اعطيك فد مثالين او ثلاثه ونب على اساس انك I broke my leg yesterday. I broke my leg yesterday. I broke. تمام. Yesterday I passed my exam. Yesterday I passed my exam. Pass يعني يعبر أو يمر أو يتجاوز. Passed يعني تجاوز. نعم. أستاذ الرحمن. أستاذ بس أريد أعرف شلون أقول مثلا 2023 شلون أريد أقول 2023. 2023. بتقول 2023. 2023 2023 هاي هسه 2023 هذا الرسمي بالحياة العامة من تريد سؤالك تقول 2023 20 يعني أول قطعتين معتها هذاني 2023. Okay, so we live in 2023. We live in 2024. Oh, 2023. We passed 2022. Yes, and we are now in 2023. Zia. بعد أمثلة كاظم اذا عندك فد مثال على جمله بالماضي، ماضي بسيط يعني. نعم دكتور. Last day last year. I lost last year.
I I lost my wallet last year. I lost my wallet last year. اليوم كلها على المحفظة اليوم. الله يستر. المحفظة والجدين. زين. يعني أنا فقدت محفظتي في السنة الماضية. خوش. ست نور. Past simple tense. ماضي بسيط. I graduated from my university 2 years ago. Two years ago, مثلا. ست نور تسمعين ان شاء الله؟ اي نعم. استاذ احمد تفضلي. I lost broke the arm. I lost broke the arm. يعني قصدك تقول I broke my arm مثلا last year مو؟ اي بالضبط. يعني انا كسرت رجل ايدي السنة الماضية. تمام. نعم. استاذ رحمن. Last year كريم بنزيما win the Ballon d'Or. ذا شنو؟ The Ballon d'Or. اللي هو شنو هذا؟ فصل اياها. يعني العام كريم بنزيما اخذ جائزه بالون دور ذا افضل لاعب العام يعني جول جريت اوف اول تايم. تمام. عشتي كلام ممتاز. لاست يير كريم بنزيما وان الفعل وين هذا؟ يصير اي ام بالضبط. وين المضارع مالته؟ ها المضارع وين؟ يصير دبليو اي ان وان فازة. هذا شوفه هذه فازة. أوكي وين وان أعتقد وان همين هو التصريف الثالث مالته نفسه. عاش إيدك ممتاز. زين زين هو أستاذ التصريف الثاني للفعل يريد لو الثالث للفعل؟ لا الثاني هسه هنا التصريف الثاني للفعل هذا الزمن هذا إيه ماضي بسيط. يعني التصريف الثالث راح نحتاجه بالأزمنة التامة مضارع تام ماضي تام مستقبل بالتام تام. يعني نعم بالتام بالضبط. اوكي تمام شكرا. نعم تفضل. مي اند رحمان وينت تو كريم بنزيما تو كونجراتوليت هيم. اها ممتاز. مي اند رحمان وينت الوينت هو الفعل الماضي مالت جو يذهب الماضي مالته وينت ذهب. ممتاز. gone. نعم. تصريف ثالث gone. زين. أمثلة على الماضي بسيط. طبعا هنا ممكن انه هو ايضا ال was وال were. I watched television last night. They visited their uncle yesterday. We went to Mecca 2 months ago. Okay. مكة. نعم. يعني الكلمات العلم باللغة العربية يعني تنكتب مثل ما تلفظ يعني ما لها فد قاعدة عامة. أوكي. بصرة. أي شالوها الأش بعد يعني. هسا هاي همين الأش هم يشيلوها أي. صار كلمات دول حلوة. ويتشلاند ونيدرلاندز. نيدرلاندز وألمانيا. مو؟ نيدرلاندز هولندا. ويتشلاند هي ألمانيا. ألمانيا نعم. بالمناسبة مسألة الدول هناك احنا لاحظنا فد شغلة انه احنا نسمي الدول باسم معين باللغة العربية وباللغة الانجليزية اكو لها اسم وهي الدولة نفسها تسمي نفسها باسم ثالث. اوكي يعني مثلا احنا نسميها المكسيك بالانجليزي اسمها مكسيكو مو المكسيكان نفسهم بلغتهم يسموها ميهيكو. طيب شلون؟ يعني كل دولة أكو لها يعني مو ثلاث أسماء أكو كوم أسماء يعني أكو لها اسم بكل لغة. كل دولة أكو لها اسم بكل لغة. مكسيك مكسيكو ميهيكو هم بلغتهم يسموها ميهيكو. تمام؟ ميهيكو نيتف مكسيكان. لا ميهيكو يعني هم يسموها بلغتهم. أكو هذاك الموهيكانز يسموهم. شلون هذا ذا لاست موهيكانز؟ بس هذول يعني هي قبيلة انقرضت بعد راحت هذول نورث أمريكا يعني بالولايات المتحدة. مثلا الصين
احنا نسميها الصين. بالانجليزي هي تشاينا. الصينيين هم نفسهم يسموها تشين. تشين داينستي. تشين يعني شنو؟ سلاله تشين. اوكي؟ فكل دوله قد بعض الاحيان من تسمع اسمها تستغرب شنو هاي؟ المانيا، جيرماني، دويتشلاند مثلا. اوكي؟ كل واحده من الدول اكو لها عده مسميات. زين. بعد فد أمثلة على الماضي، ماضي بسيط. إيراك وان إيشيا كاب in 2007 مثلا، مو؟ طب ماضي بسيط جملة عادية غير؟ إيه نعم. previously I was less aware than today. Previously I was less aware than yesterday. Was يعني أنا كنت أقل وعيا من اليوم. نعم تمام. ساد كاظم. نعم ساد احمد تفضل. Yesterday was a beautiful day. Yesterday was a beautiful day. Yesterday was a beautiful day. ممتاز. أحسيدك. جملة ممتازة. نعم ساد كاظم. زين استاذ، هي ضروري نعبر يعني yesterday لان انا عبرت عنها previously. ماكو اشكال. اي نعم نعم، هي اي عبارة تدل على الماضي يعني ماكو فد مشكلة. تمام. ها هنا اذا نحكي على فد شيء مفهوم عام. We went to Mecca. نعم صح. In 2017. We went to Mecca in 2017. عاش تيدك ممتاز. Yes. ست نور، بالنسبة لعبارة yesterday. اي استاذ. ممكن اذا اقصد بها انه مثلا yesterday I was less wise than today. هنا أنا مو بمعنى أنه يسترداي الفعلية أنه البارحة، هذه طبعًا تدل على الماضي بشكل عام. بالضبط تدل على الماضي بشكل عام. أي. أي. ممكن أنه استخدم يسترداي. تعبير مجازي. نعم نعم بالضبط بالضبط. عاشت رياضي. Can I say I write some notes for few minutes. I wrote few notes for few minutes. few minutes ago. تقدر تقول I wrote a few notes. I wrote few notes few minutes ago. يعني أنا كتبت ملاحظات قليلة منذ بضع دقائق. نعم يعني هو همين ماضي بعد انتهى فيه، ما دام انتهى وخلاص بعد هو ماضي، ماضي بسيط. أوكي نعم سعد أحمد تفضل تفضل. صح محاضرة مش جدا طويلة. اوكي لا. Last night I watched a movie. I watched a movie last night. I watched a movie last night. هنا أنا عادة احنا ذكرنا بأنه العبارات اللي تدل على الزمان والمكان يفضل انه نشمرها بنهاية الجملة. اوكي زين. بعد اذا عدنا فد إضافة أو فد جملة أي شخص عنده مثال على الماضي البسيط يسولف لنا إياه على مود بس تشيك إنه أوكي لو مو أوكي. أوكي رتن رايت روت رتن روت هسه هاي الماضي مالتها و رتن مكتوب اللي هو أيضا تجي تصريف الثالث. زين نعم ساد تفضل ساد أحمد. إيه المحاضرة جزء واحد جملة وجزء لا إن شاء الله هي هذا بعدنا بالجزء الأول بعد خمس دقائق نأخذ ريست أيضا لمدة خمس دقائق ونرجع إن شاء الله الجزء الثاني على اللي هو راح يكون إن شاء الله على listening skills مهارات الإصغاء. أوكي وهي بكل حال من الأحوال مسجلة يعني إذا حضرتك عندك شغل أو كذا فبراحتك يعني لا تتقيد يعني هي مسجلة إن شاء الله ندز لكم التسجيلات كاملة إن شاء الله بس إحنا بالعادة يعني الجزء الثاني كان هو جرامر. صحيح صحيح بس إحنا اليوم كأنه بدينا إن شاء الله بالجزء يعني خلينا نقول بالجزء الثاني من الدبلومة يعني الحد الأول سبع محاضرات كانت هي بيسكس أساسيات اليوم خلينا نقول إحنا بدينا بالمستوى الانترميديت المتوسط ولذلك بدينا نسولف إنجليزي أكثر إن شاء الله. أوكي فهنا أنا أكيد إحنا خب ما راح نبقى بالجرامر والفوكابولاري فوريفر
فبدينا اليوم بالأذر سكيلز اللي هي listening وبقية الأمور إن شاء الله، لأنه المحاضرات القادمة إن شاء الله اليوم ورا ما راح نكمل الجزء الثاني مهارات listening، المحاضرات القادمة أيضا راح يكون عندنا الجزء الثاني من كل يوم هو practice listening، يعني نعطيكم فد نص معين سوي له إصغاء ونبى تجي عليه أسئلة ونبى نناقش الأجوبة مالته. أوكي، كمهارة ثالثة إن شاء الله يعني بعد الفوكابولاري والجرامر. إحنا طبعا مستمرين إن شاء الله جرامر يعني في كل المحاضرات القادمة، ولكن بقية المهارات راح تجي إن شاء الله وياهم بالتوازي. تمام صاد؟ إن شاء الله استاذ إن شاء الله. عشرة ثلاثة ممنون. زين، قبل الماضي البسيط أريد لي بعد مثال أو مثالين نثبت الفكرة. يا تفضل. Yesterday I passed my math test. I passed my math test yesterday. Okay. We played football last night. We played football last night. I was sport few years ago. I was a sportsman few years ago. أنا كنت رجل رياضي. I was an athlete. تقدر تقول sportsman يعني رجل رياضي، athlete يعني معناته رياضي محترف يعني يشتغل يعني professional athlete. In past centuries, humans lived in caves. In past centuries, humans lived in caves. ممتاز. تمام. بعد مثال واحد. تفضل سأل. I watched Maria Sharapova. What was the last book you read? What was the last book you read? أها ممتاز. هنا أنا عشتيدك سعد هم زين طلعتنا هذا المثال. سعد عشتيدك ممتاز. Read يقرأ وهو نفسه بالماضي. Read بس اللفظ ما تختلف. سير read. I read books. I read this book last night. نفس الإملاء بس اللفظ يختلف. على مود تفرق بين انه الماضي المضارع والماضي. I read books every day. I read this book 2 years ago. Read. اوكي okay. بس الساوند فقط، اما الاملاء فنفسه، والتصريف الثالث همين read يعني همين نفسه. Read. نعم. Last year I was in China. I was in China last year. وشو ما قلنا كذا نشمون هذني بالنهايه. اوكي okay. زين. الآن نبلش بالمستقبل البسيط، لو ناخذ ريست ونخليها على باكر. شو تقولون شباب الاخوان الموجودين هنا؟ استاذ نرست ورا الريست نكمل ورا الريست ان شاء الله راح نبلش listening skills. اوكي وباكر انا برايي استاذ خلينا listening خلي على باكر. ها يعني نكمل بس جرامر اليوم؟ لا نكمل listening والجرامر نكمل باكر حتى نعم نعم احنا نوصل شوي بالضبط. هي الخطه مالتنا. نعم يعني ما نريد احنا نقول انا برايي يعني بعد لا 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 هو بالضبط هو هاي الفكره مالتنا احنا، انه هو يعني هسه نسوي ريست ورا الريست نبلش listening ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. تمام هسه بعد راح نوقف التسجيل. اوكي ستوب.